بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 122 لاباج 122. نو برونون لو ديبي دو لاباج، نأخذ أول الصفحة. كوم نو فويون أون ليغ، إذا كما نرى عندنا قراءة. ثم أوبجيكتيف، ثم أهداف. إذا طبعا كما ذكرنا فيما سبق بأن من ضمن هذه الأهداف ريكونيتر لا ديسكريبسيون دو سونساسيون، معرفة وصف الأحاسيس. ثم ديجاجي لي كاركتيريستيك دو سو جون دو ديسكريبسيون، استخراج مميزات هذا النوع من الوصف. إذا في هذه الفقرة سنرى هذا النص دون لي هوتيرب، في الأعشاب العالية أو في النباتات العالية، ولكن المقصود به هنا بين النباتات العالية، المقصود بين النباتات المرتفعة ذات طول وارتفاع. إذا طبعا نتكلم عن هذا الشاب الصيني الذي طارد لصوص نوع من الدبابة يسمى باندا، ثم وجد نفسه بين نباتات طويلة. إذا ليفون أسويفي دي فولور دو باندا، أنيمو غار دو شين أجوردوي بروتيجي. L'enfant grimpa sur la berge, regarda autour de lui. Un train hurla dans la nuit. Un appel déchirant, incisif, comme un coup de coton. Le convoi passa dans un tonnerre d'acier. Le roulement des cris. La longue chenille de lumière blanche s'effaça dans une courbe. L'océan à nouveau, bleu et froid. Colère la bruine qui s'était remise à tomber. Le garçon marchait le long de la rive. Un froissement de vent. Il se jeta à plat ventre. Rien, ce devait être le vent ou la pluie sur les roseaux. Il y en avait tant et tant qui bruissaient en frottant leurs tiges empanachées de chaque côté de Yongshanga. Rien à faire, ronchonna-t-il en se relevant. Cette fois, je l'ai vraiment perdu. Il s'apprêtait à s'en retourner lorsqu'elle perçut un raclement, un bruit différent de murmure continuel des roseaux. Et elle tendit l'oreille. Distingue un clapotement qui dominait le léger sac de l'eau contre la berge. Puis le crissement des tiges contre une masse dure. Les fonds eut juste le temps de se dissimuler dans les hautes herbes. Comme un éléphant a suivi des voleurs de panda. Et dans les fonds a suivi. Adna le verbe suivre. Yani tabi'a. Les fonds a suivi, yani anna les fonds tabi'a, des voleurs de panda. Et dans tabi'a, la sauce, et dans comme on a dit panda. نتكلم عن نوع من الدبابة أنه نادر ومهدد بالانقراض يتواجد بالصين. دي فولور دو باندا، ماذا تكون هاد باندا؟ أنيمو غار دو شين، إذا نتكلم عن حيوانات نادرة بالصين. أوجوردوي بروتيجي، اليوم محمية. أون بارل دو فاب بروتيجي، نتكلم عن لو فاب بروتيجي، ومن لا بروتيكسيون يعني الحماية. إذا بروتيجي يعني أنك تحمي. طبعا هنا نتكلم عن لي زانيمو، نقول عنها بأنها بروتيجي يعني أنها محمية. إذا لي فون أسويفي دي فولور دو باندا، أنيمو غار دو شين أوجوردو بروتيجي. لونفون غرامبا سور لا بيرج، سي لو فيرب غرامبي. غرامبي يعني أنك تتسلق، سور لا بيرج بمعنى آخر على الضفة. إذا لو فيرب غرامبي المقصود به مونتي أون ساغريبون. طبعا لو فيرب ساغريبي المقصود به أنك تتشبت بشيء، ساغريبي المقصود به أنك تتشبت بشيء. إذا مونتي أون ساغريبون يعني أنك تصعد شيئا وفي نفس الوقت أنك تتشبت بشيء. مثلا في حالتنا هنا ممكن أن هذا الطفل يتشبت بأرضية الحافة، ممكن أن هذا الطفل يتشبت بأرضية الحافة، وممكن أنه يتشبت بجذور أشجار تخرج من الحافة. غرامبي ممكن أن تعني أيضا مونتي سور كيلكو شوز يعني أنك تصعد شيئا. إذا مونتي سور كيلكو شوز يعني أنك تصعد فوق شيء. أيضا تعني سيلفي أون بونت، سيلفي أون بونت يعني أنك تصعد أرضية مائلة. سيلفي أون بونت، بونت المقصود بالميلان أو الإنحدار، المقصود أنك تصعد إنحدارا ما، تصعد ميلانا ما لأرضية ما. إذا كل هالتعريفات أنها تعطي تقريبا نفس المعنى. نتكلم عن غرامبي المقصود به تسلق. طبعا هذا الفعل ممكن يكون عنده معنى مجازي، مثلا نقول بأن تمن منتوج ما يعني أنه يتسلق أثمنة أخرى مثلا، المقصود بأنه يصعد أعلاها، المقصود أنه يتقدمها. إذا لونفون غرامبا سور لا بيرج
نتكلم عن الطفل بأنه تسلق ماذا؟ سور لا بيرج، يعني أنه صعد فوق لا بيرج. طبعا لا بيرج المقصود بها بور دان كوردو. إذا نتكلم عن بور، لو بور المقصود به هو الحافة. ممكن أن تكون حافة نهر أو حافة سفينة أو حافة سقف منزل مثلا. إذا نتكلم عن لو بور، إذا هنا نتكلم عن لو بور دان كوردو، إذا نتكلم عن حافة مجرى الماء. حافة مجرى الماء، طبعا الماء عندما يجري يجري في نهر صغير أو كبير، في كل الحالات نتكلم عن ضفتين لهذا المجرى المائي. إذا هذا الذي نتحدث عنه هنا يسمى لابيرج. إذا الطفل صعد هاد لابيرج، إذا الطفل صعد هاد الضفة، لونفون غرامبا سور لابيرج، إذا الطفل صعد هاد الحافة، حافة المجرى المائي، لونفون غرامبا سور لابيرج، روغاردا أوتور دو لوي. طبعا روغاردي المقصود به نظرة، روغاردا أوتور دو لوي يعني أنه نظرة حوله. كما تلاحظوا بأن هاد الأفعال كلها مصرفة في لو باسي سامبل. عندنا غرامبي، إذا نقول إيل غرامبا أو بيا لونفون غرامبا. عندنا روغاردي، نقول لونفون روغاردا أو بيا إيل روغاردا. إذا هو نظرة أو الطفل نظرة. لو باسي سامبل يفيد السرعة، لو باسي سامبل يفيد السرعة. عندما نقول لونفون غرامبا، إذا كمان نقول بأن الطفل تسلق بسرعة ما. ثم روغاردا أوتور دو لوي يعني أنه نظر بسرعة حوله. لو باسي سامبل يفيد هاد المسألة. ثم أنه يأتي في إطار القصة، طبعا هنا نتحدث عن قصة، وبالتالي من الأزمنة الموافقة للقصة نتكلم عن لو باسي سامبل. إذن روغاردا أوتور دو لوي نظر حوله، أن تخان يغلى دون لانوي، أن تخان يغلى دون لانوي، إذن قطار يصيح في الليل. طبعا عندنا لو فيرب يغلي ايضا او باسي سامبل، ان تران يغلى دون لا نوي، ان تران يغلى دون لا نوي. اذا نتكلم عن قطار يصيح في الليل، اذا نتكلم عن لو فيرب يغلي. يغلي المقصود به فير اونتوندر دي يغلومون، يعني انك تعمل على اسماع. طبعا اونتوندر يعني سامعه، لكن هنا عندنا فير اونتوندر يعني انك تعمل تفعل. فير اونتوندر يعني انك تعمل على اسماع دي يغلمو، تعمل على اسماع صيحات. اذا نتكلم عن لو فيرب يغلي يعني انك تصيح. وبيه شونتي مال، شونتي مال، اذا عندما يغني شخص ما بشكل سيء نقول إيل يغل، يعني هو يصيح، فقط هو يصيح ولا يغني. اذا نتكلم عن شونتي مال يعني غنى بشكل سيء. ايضا يغلي ممكن انه يعني كري فور، كري فور يعني أنك تصيح بقوة. كري فور يعني أنك تصيح بقوة. إذا نتكلم عن لو فيرب يغلي، ومنها لو يغلمون. إذا هنا نتكلم عن أن تران يغلى دون لا نوي، إذا نتكلم عن قطار يصيح في الليل. إذا طبعا الطفل يسير في طريقه يتسلق الحافة ينظر حوله، وإذا بقطار يصيح في الليل. أن أبيل دو شيرون، إذا نتكلم عن نداء ديشيرون. طبعا ديشيرون المقصود بها مزقة. طبعا نتكلم احيانا عن لو فيرب ابلي، ابلي كيلكا يعني انك تنادي شخصا، ابلي كيلكا. ان ابل المقصود به نداء، ان ابل ديشيرون. اذا نتكلم عن نداء ممزق. انسيزيف، انسيزيف، انسيزيف كما نعرف الاسفل المقصود بها ترونشون، ترونشون. طبعا ترونشون المقصود بها قاطع، يعني انه حاد بمعنى اخر. Un appel déchirant, incisif, comme un coup de couteau. Mit la darbet sikin. إذا نتحدث مثلا عن منبه القطار، طبعا ينطلق بسرعة وبشكل حاد، ينطلق بسرعة وبشكل حاد وقوي. إذا نتكلم عن un appel déchirant, incisif, comme un coup de couteau. Comme un coup de couteau. إذا نتكلم عن نداء ديشيرون ممزق، انسيزيف المقصود بأنه قاطع، كوم ان كودو كوتو مثل ضربة سكين. إذا كما نلاحظ بأن الكاتب هنا يشبه صوت منبه القطار كضربة سكين. لو كونفوا باسا دون زان تونير داسيي، لو كونفوا، طبعا لو كونفوا المقصود به الكوكبة. طبعا نتكلم عن كوكبة من المركبات، كوكبة من الدراجات،
إلى آخره. إذن لو كونفوا، طبعا هنا نتحدث عن عربات القطار وكأنها مجموعة مركبات، إذن نتحدث عن لو كونفوا، نتحدث عن الكوكبة. لو كونفوا باسا دون زان تونير داسي، لو تونير المقصود به هو صوت الرعد. إذن كما نرى هنا تونير المقصود به بهوي كي اكومبان لا فودغ، بهوي كي اكومبان لا فودغ، إذن نتكلم عن صوت يرافق الصاعقة. لا فودغ المقصود بها الصاعقة، طبعا الصاعقة تحدث عندما تكون هناك أمطار إلى آخره، إذا نتحدث عن صوت الرعد. أيضا ممكن أن تعني بغوي كومبارابل السلوي دي تونير. إذا بغوي نتكلم عن صوت كومبارابل مقارن، لماذا؟ لأننا نتحدث عن الفيرب كومباري. كومباري يعني أنك تقارن، ومنها لا كومباريزون يعني المقارنة. إذا بغوي كومبارابل كما نتكلم عن صوت مقارن السلوي دي تونير للذي للرعد، المقصود مقارن لصوت الرعد. بمعنى آخر كومبارابل المقصود بها مشابه، بمعنى آخر كومبارابل المقصود بها مشابه. إذا نتكلم عن صوت يشبه صوت الرعد ممكن أننا نسميه تونير. تونير المقصود بها بغوي أكومبان لا فودر، أو بيان بغوي كومبارابل أسلو دي تونير. طبعا كما نعلم بأن صوت القطار هو تقريبا كصوت الرعد عندما تكون بقربه. إذن لو كونفوا باسا دون زان تونير داسي، إذن الكوكبة مرت، لأن لو فيرب باسي المقصود به مرة أو مضى، إذن مرت أو مضت دون زان تونير يعني في صوت كصوت الرعد داسي للفولاد، لأن لاسي المقصود به هو الفولاد هو الصلب. طبعا السكة الحديدية والقطار هي مصنوعة من الفولاد، إذا القطار والسكة الحديدية مصنوعة من الفولاد. اصطدام القطار واحتكاكه بالسكة طبعا يعطي هذا الصوت القوي الذي يشبه صوت الرعد. إذا لو كونفا باسا دون زان تونير داسي، إذا الكوكبة مرت في صوت قوي إلى آخره داسي للفولاد. لو غولمون ديكري، لو غولمون ديكري طبعا لو غولمون عنده علاقة بفعل غولي، لو غولمون عنده علاقة بفعل غولي، عنده علاقة بفعل غولي. غولي المقصود بها فير افونسي كيلكو شوز اون لو فوزون تورني سور ال ميم، فير افونسي كيلكو شوز، فير افونسي كيلكو شوز اون لو فوزون تورني سور ال ميم. إذن فير افونسي طبعا افونسي المقصود بها تقدم، نقول لأشخاص مثلا معي، أقول لأشخاص معي افونسي، افونسي يعني تقدموا، افونسي تقدموا. اذا فير افونسي يعني انك تعمل على تقديم، المقصود انك تعمل على نقل شيء من مكان الى مكان، يعني انك تعمل على دفع شيء بمعنى اخر، وكأن هذا الشيء يتقدم. اذا انت تجعل هذا الشيء يتقدم، المقصود بانك تدفعه. اذا فير افونسي كلكو شوز ولكن اون لو فوزون تورني سور ال ميم، جاعلا اياه. عندنا في الحالتين عندنا لو فيغ فيغ، اون لو فوزون عندنا لو فيغ فيغ، فيغ افونسي عندنا لو فيغ فيغ. فيغ افونسي يعني انك تعمل تجعل الى اخره، فيغ افونسي كلكو شوز يعني انك تعمل شيئا يتقدم، اون لو فوزون تورني جاعلا اياه تورني يدور سور ال ميم على نفسه. اذا هذه الحاله تكون عندما ندفع مثلا عجلة أو برميل أو ما يشبه هذه الحالة. ممكن أنك تدفع مثلا كيسا ولو كان مربعا مثلا لكنه يدور على نفسه، ممكن أنك تنقل هذا الشيء المربع مثلا ولكن تجعله يدور. إذا في هذه الحالة نتكلم عن غولي. أيضا لو فيرب غولي يعني ديبلاسي أون بوسون أن أوبجي موني دوغو، إذا ديبلاسي أون بوسون يعني انك تنقل اون بوسون دافعا. نتكلم عن لو فيرب بوسي، نتكلم عن لو فيرب بوسي يعني فعل دافع، ديبلاسي اون بوسون يعني انك تنقل شيئا ولكن بدفعه، يعني انك تنقل دافعا المقصود انك تنقل بالدفع بواسطه الدفع ان اوبجي يعني شيئا. بمعنى اخر ديبلاسي ان اوبجي يعني انك تنقل شيئا اون لو بوسون
يعني دافعا إياه. إذا أنت تنقل هذا الشيء ولكن بدفعه. نعود لهذا التعريف: déplacer en poussant un objet ناقلا بالدفع un objet يعني شيئا. ولكن هذا الشيء ميني، نتكلم على الفيرب منير أرفق. إذا هذا الشيء مرفق، إذا un objet ميني، إذا نتكلم عن شيء ما أو أداة ما ميني، يعني أنها مرفقة. مرفقة بماذا؟ دوغو. مرفقة بعجلات. عندما تدفع شيئا أو أداة ما، لكن هذه الأداة تكون مزودة بعجلات، نتكلم هنا على الفيرب غولي، يعني أنك تدفع هذا الشيء وهذا الشيء مزود بعجلات، يعني أنه يسير على عجلات. طبعا هذا التعريف هو الذي يهمنا هنا كما سنرى، لأن القطار يسير على عجلات. وبيان متر أون غولو، متر أون غولو يعني أنك تعمل في لفافة. متر أون غولو يعني أنك تعمل في لفافة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تلف مثلا حبلا، معنى هذا أنك تلف حبلا مثلا على نفسه. إذا نتكلم عن متر أون غولو يعني أنك تعمل في لفافة، المقصود أنك تلف هذا الشيء، المقصود أنك تلف شيئا ما طويلا مثلا كالحبل أو خيط ما. إذا نتكلم عن متر أون غولو أو بيان غولي. إذا نعود لكلمة غولمون التي يأتي منها فعل غولي. طبعا غولمون المقصود بها موفمون دو سو كي غول، موفمون دو سو كي غول. إذا نتكلم عن حركة الشيء الذي يتحرك بالطريقة التي ذكرنا، إذا نتكلم عن دوران شيء عند نقله من مكان إلى مكان، إذا نتكلم عن دوران شيء ما عند نقله من مكان إلى مكان، إذا نتكلم عن موفمون دو سو كي غول. أيضا تعني كلمة غولمون، وهذا الذي يهمنا هنا، بغوي كوزي بار لوبجي كي غول. إذا نتكلم عن الصوت المسبب من طرف الشيء الذي يدور عندما ننقله من مكان إلى مكان، أو نتكلم عن الشيء الذي يسير على عجلات عند نقله من مكان إلى مكان. إذا هنا نتحدث عن الصوت، وهذا الذي يهمنا هنا. إذا غولمون في حالتنا نتكلم عن صوت القطار الذي يسير بالطريقة التي ذكرنا، المقصود أنه يسير على عجلات. إذا نتكلم عن جسم يسير على عجلات، إذا بغوي كوزي بار لوبجي كي غول. طبعا كلمة غولمون لها معاني أخرى متقاربة لهذه المعاني. إذا لو كون فوا باسا دون زان تونير داسي لو غولمون ديكري. بقيت لنا كلمة ديكري. ديكري هذه تأتي من فعل ديكخواتر. ديكخواتر طبعا ديكخواتر هذه عكس فعل كخواتر. كخواتر المقصود بها تزايدة. إذا ديكخواتر المقصود بها ديمينوي، ديمينوي المقصود بها تناقص. إذا نتكلم هنا عن صوت القطار الذي تناقص، كما قلنا الآن لو كونفوا باسا، لو كونفوا باسا. إذا كما قلنا الآن لو كونفوا باسا، إذا الكوكبة مرت وذهبت. القطار في البداية كان يبعث على صوت قوي مادام أنه قريب من هذا الطفل، لكن بابتعاده، لكن عندما ذهب القطار ومضى وابتعد، إذا نتكلم عن لغولمو ديكري. إذا نتكلم عن صوت القطار الذي يسير على عجلات إلى آخره، ديكري يعني أنه تناقص، هذا الصوت تناقص. لا لونغ شوني دو لوميير بلانش سيفاسا دون اون كورب. لا لونغ شوني، إذا نتكلم عن سلسلة طويلة أو نتكلم عن دودة طويلة، نتكلم عن حشرة طويلة تسمى شوني. إذا لا لونغ شوني، إذا كما نتكلم عن دودة طويلة أو نتكلم عن سلسلة طويلة تسمى شوني. إذا طبعا القطار هو يشبه الحالتين، يشبه الدودة ويشبه السلسلة. لا لونغ شوني دو لوميير بلانش، إذا هنا نتكلم عن سلسلة طويلة لأي شيء، دو لوميير بلانش. طبعا في الليل وفي سواد الليل لا يظهر القطار للعيان، يعني أننا لا نرى القطار في أماكن مظلمة، ولكن ما الذي يظهر من القطار؟ طبعا تظهر أضواءه. إذا هذا الذي نتحدث عنه هنا، إذا عند ابتعاد القطار تبدو أضواءه كما لو أنها سلسلة من أضواء. إذا لا لونغ شوني دو لوميير بلانش، إذا نتكلم عن سلسلة طويلة من الأضواء البيضاء، سيفاسا. طبعا نتكلم عن لوفاب إفاسي، المقصود بأنك تمحو. إفاسي لو طابلو يعني أنك تمحو
السبوره يعني انك تمحي السبوره او تمحو السبوره. هنا عندنا لو فيرب سيفاسي وليس افاسي. اذا نتكلم عن هذه الاضواء كانها تنمحي لنفسها، لا يوجد من يمحوها بل هي التي تنمحي لنفسها. اذا نتكلم عن لا لونغ شوني دو لوميير بلانش سيفاسا دون اون كورب. اذا نتكلم عن سلسله طويله من الاضواء البيضاء سيفاسا يعني انها تنمحي دون اون كورب. طبعا لا كورب المقصود به القوس او المنحنى. هاد الاضواء طبعا عند انعراج القطار وفي منعرج ما مثلا وعن بعد تبدو هذه الاضواء كما لو انها تختفي في قوس. طبعا عند انعراج القطار في منعرج ما هذه الاضواء تبدو كانها قوس، ثم ان هذه الاضواء تبدا في الاختفاء وراء اشجار او وراء جبل ما مثلا. إذن فكأن هذه الأضواء تختفي في قوس. إذن كما قلنا الآن لا لونغ شوني دو لوميير بلانش سيفاسا دون اون كورب. إذن السلسلة الطويلة من الأضواء البيضاء تنمحي في قوس، تنمحي في قوس أو تنمحي في منحنى ما. إذن حتى لا نطيل نستأنف الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.